اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم. الحقيقه ومكملين مع نادي الزمالك بقى واحتفالاته وافراحه، وسمعنا المستشار مرتضى منصور وتصريحاته الحقيقه بيثبت يوم بعد يوم ان يعني نادي الزمالك رايح في حته كويسه جدا. سمعنا من الكابتن حازم امام، وسمعنا من المستشار مرتضى منصور، يعني سمعنا من اليمين وسمعنا من الشمال، ولازم نسمع بقى من النص او من دينامو نادي الزمالك اللي كان ليه سبب كبير جدا في انهاء الخلافات واللي بيتدخل في مشاكل اي لعيبه اللي بيحب نادي الزمالك بجد. مساء الخير استاذ عمرو الجنايني. مساء الخير، ازيك يا سيف؟ ازي صحتك؟ ازيك يا عمرو، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله. تمام. طبعا النهارده انت اسعد واحد، رجع المجلس، خلصت الصلح، عملت كل حاجه في الجيم. الحمد لله يا رب. الحمد لله. عمرو، طبعا اول الملفات معاك دلوقتي مشكله، انا عارف ان انت هتقول لي دلوقتي احنا لسه ما عدناش ما شفناش عمرو زكي وحازم امام. بص، فيما يخص عمرو زكي، يمكن كان في حصل قبل كده قاعده. عمرو زكي قصته دلوقتي معروفة تماما، وهو على استعداد لجدولة مستحقاته بتاعت السنة اللي فاتت. الموضوع دلوقتي في ايد عمرو زكي والجهاز الفني. يروح عمرو زكي يقابل الكابتن حسن شحاتة، واللي هيتفقوا عليه اعتقد ان دور الادارة انها ايه تنفذ هذا الكلام. فيما يخص اي شؤون مالية اعتقد ان الدنيا خلصانة، لكن النهاردة في حاجة اسمها حق جمهور نادي الزمالك وحق الجهاز الفني لنادي الزمالك. فده الكابتن حسن شحاته، ما يعني اللي الكابتن حسن هيقرره مع عمرو اعتقد ان مجلس الاداره هيتعامل على اساسه. طب بالنسبه لحازم امام يا عمرو؟ بالنسبه لحازم امام، انا اخر اتصال حصل مع حازم امام قبل ما يسافر يعني السعوديه بثلاث اربع ايام، والده اتصل بيا وقال لي ان الفلوس اتضافت بس في غرامات. قلت له الغرامات لو دي حاجات باللائحه، ولا مجلس معين ولا مجلس منتخب ولا مجلس قادم هيشيلها، دي لائحه الكل لازم يلتزم بيها. قال لي خلاص احنا كده، وانا هروح بكره، انا حتى مش عارف عندي فرح مش عارف فين، في الفيوم ولا ايه، هاخد حازم بكره واخده على الجهاز الفني. بعدها بيومين كان حازم امام في السعوديه. سمعت امبارح، طبعا الكلام ده برضو عرفته من الميديا، يعني ان هو في دي عرض للاعاره وي وي وي، اتوافق عليه ما توافقش عليه، لسه الكلام ده لم يتم. يعني لسه ما توافقش على عرض الاعاره. ما حدش حتى لسه اتكلم في الموضوع، نشوف هل الكلام ده جدي. لكن ما فهمته حتى، لسه كنت بتكلم مع كابتن مجدي عبد الغني ومع القانونيين اللي ماسكين موضوع شؤون اللاعبين في نادي الزمالك، ان موقف نادي الزمالك صح 100%، وحتى الفلوس اللي اتضافت لحازم امام اتسحبت في نفس اليوم، يعني هو الولد سحبها، اللاعب سحبها في نفس اليوم. فموقف الزمالك القانوني اعتقد ان هو 100% مظبوط. عمرو بمنتهى الصراحه كده، يعني سيبك من المجلس والموقف القانوني، انا عارف ان انت طول عمرك من اكتر جمهور نادي الزمالك، من قلبك كده بمنتهى الصراحه، ينفع حازم امام يرجع يلعب في نادي الزمالك تاني؟ بص، انا حتى يمكن قلتها له، قلتها لوالده، يعني قلتها له في مداخله على الشباب والرياضه. قلت له بص يا حازم، انت عملت جرم، نادي الزمالك ده اكبر منك واكبر مني واكبر من اي حد. ما ينفعش واحد يرمي فانيله في نادي الزمالك ده يتحمل عواقبها. واعتقد ان الرد كان سريع حتى من جمهور نادي الزمالك. الموضوع دلوقتي الكوره في ملعب حازم، حتى اللي هيخرج بره نادي الزمالك، لو هو خلاص الناس كلها قررت انه يخرج بره نادي الزمالك، اعتقد يا سيف ان في حقوق لنادي الزمالك لازم ان هو ياخدها. طبعا. مش هينفع بقى كل واحد طلعت في دماغه كده ان هو ياخد بعضه ويمشي. والله بص يا عمرو، انا ليا وجهه نظر. طبعا انتوا كلكم ناس محترمه وناس الحقيقه علامات في مجال الرياضه. انا اعتقد ان قضيه حازم امام دي اصبحت قضيه مبدا، او قضيه يعني قضيه اسم نادي الزمالك، ما بقتش قضيه لعيب ولا فلوس ولا يروح ولا يجي، لان نادي الزمالك ولا هيقف على لعيب ولا هو الراجل يعني طبعاً. يعني جاب 20 بطوله لنادي الزمالك. والتجارب بتثبت، هات لي واحد اتمرض ومشي في نفس السكه كده وانجز، والامثله عندنا كتير جدا جدا جدا. فانا موافقك تماما، لكن طبعا الراي الاول والاخير في برضه. انا عايز اقول حتى لو حازم امام اتقرر ان هو يمشي، في حاجه اسمها حقوق لنادي الزمالك لازم ان احنا نجيبها. طب عمرو، لو انتوا دلوقتي خلصتوا الملفات دي ولقيتوا ان في تصادم مع الجمهور، يعني الجمهور مش متقبل مثلا رجوع حازم امام، زعلان من عمرو زكي، مش متقبل عوده المحمدي، هتعملوا ايه؟ ولا حاجه اساسا. انا بس عايز اقول حاجه،
اداره نادي الزمالك او الجهاز الفني لنادي الزمالك اعتقد ان الناس دي قاعده عشان تسعد جمهور نادي الزمالك. فالجمهور هو الراي الاول والاخير. بس انت برضو عايز اقول لك حاجه، كتير قوي قوي يا سيد بتلاقي الاراء مقاسمه طبعا. يعني بتلاقي ناس كتير جدا، يعني ممكن تلاقي 4-5 بيقولوا لا و4-5 بيقولوا اه. فالموضوع ده برضو نسبي، انت ما تقدرش ان انت تقيسه، لكن في الاخر خالص طبعا لا يصح الا الصحيح. واعتقد ان دور اداره نادي الزمالك انها تحافظ على حقوق وعلى كيان نادي الزمالك، بس في حقوق كمان. بس هقول لك حاجه، عمرو، طبعا انا بتفق معاك كتير بس مختلف معاك في حته. الجمهور دلوقتي صعبان عليه قوي نادي الزمالك، يعني الجمهور ما تزعلش مني، حاسس ان نادي الزمالك كان بيمر بزنقه ماليه، في ناس باعت نادي الزمالك، راجع بقى دلوقتي المجلس واستاذ ممدوح عباس والفلوس والملايين، فاللعيبه راجعين. فالجمهور القصه دي يعني اعتقد ان هي قصه محتاج انك تدرس الملف ده بشكل مختلف. هل تتفق معايا ولا تختلف؟ موافقك تماما، بس في نقطه برضو لازم نوضحها للناس. اتفضل. فيما يخص عمرو زكي يا جماعه، بس عشان في ناس برضو كتير بتظلم، عمرو زكي اللي بيتكلم عليه دي فلوس السنه اللي فاتت. مظبوط. فلوس السنه اللي فاتت يا سيدي، يعني صح. يعني صح. يمكن عمرو كان هو اللعيب الوحيد في الفرقه اللي ما قبضش فلوس السنه اللي فاتت. صح. واعتقد برضو انا عمري ما عيبت في حد ولا حايف حد في نادي الزمالك، لكن اعتقد ان الموقف كان ممكن استيعابه حتى بالكلام، ان انت بتقول له معلش احنا كذا، في هيجي في اليوم الفلاني. لكن هو اللي خلى عمرو ان هو يتجه الاتجاه ده، على حد كلامه ان هو يتجه الاتجاه ده، ان هو بيقول لك ان انا اهملت. انا بايدك، وشايف ان عمرو زكي بقعد منك الحاجات اللي انت بتعشقها وبتحبها دي مع كابتن حسن شحاته وكابتن اسماعيل يوسف، الموضوع يخلص ان شاء الله هيخلص. انا بس من هنا عايز اقول لكل واحد بينتمي لنادي الزمالك، الحمد لله يا جماعه، قصه نادي الزمالك في القضاء، ملف نادي الزمالك في القضاء ملف واتقفل وانتهى. واللي انا بقوله يعني بصحك الجميع يا جماعه، نادي الزمالك هيطلع لقدام مش هيرجع لورا. كلنا نقفل القصص دي، قدامنا مهمه كبيره قوي قوي قوي، هي اسعاد جمهور نادي الزمالك، الطرف الوحيد في المنظومه دي اللي ما عندوش ذنب. صح، دي حقيقه والله، دي حقيقه. الحقيقه عمرو انا بشكرك جدا على المداخله دي، والحقيقه يعني بشكرك اكتر على مجهودك في احتواء الازمات داخل نادي الزمالك، ودايما بتشتغل في هدوء وصمت بس بتطلع دايما في نتائج كويسه. وبنوجه رساله بقى ونداء بعد الحقيقه مداخله عمرو الجنايني لعمرو زكي، اطلع دلوقتي على النادي الزمالك، اقعد مع الكابتن حسن شحاته والكابتن اسماعيل يوسف، راضي الجمهور علشان ترجع تاني. انت لعيب كبير ولعيب محترم وكان عندك حق وكان عندك مشاكل، حل دلوقتي. انت محتاج دلوقتي تحرك، الجمهور دلوقتي محتاج منك تحرك، لان الحاجة الوحيدة اللي هتساندك في القضية دي مش فلوس ولا خلافات ولا استاذ ممدوح عباس ولا مجلسه، الجمهور هو ده اللي انت محتاجه، هو اللي عمل عمرو زكي. والكابتن حسن شحاته كمان محتاج ان هو يرضى عن عمرو زكي، وانا شخصيا على المستوى الشخصي اتمنى رجوع عمرو زكي، لان عمرو زكي لعيب كبير ولعيب محترم، وزي ما الاستاذ عمرو الجنايني قال، هي فلوس السنه اللي فاتت كل ده يتحل في اوضه. برضو مكملين عندنا شويه حاجات كده نادي الزمالك، وبعد كده بقى نخش على اتحاد الكوره ونخش على مواضيعه السخنه، ولكن نطلع فاصل ونرجع تاني داخل ملاعب اليوم.